ألف مبروك، مكان تحفة. الله يبارك فيك. تحبي نحدد إمتى بعد الفرح؟ الله، أخيرا. خلاص فكرت واقتنعت؟ أنا بقى لما فكرت ما اقتنعتش. اقتنعتيش بإيه؟ يعني أنا شايفة إن إحنا ما ينفعش نبقى مع بعض. يعني إيه؟ يعني كل واحد يروح لحاله. دليلة نسرين لو سمحتي. ليه؟ عشان حصل لي موقف لخبطني؟ أذاني من جوه؟ لا مش عشان كده يا علي. عشان اللي يخليك تفكر كده مرة يخليك تفكر كده تاني. عشان الأمان اللي كنت بحسه معاك قل. عشان طول ما أنا قدامك هتفضل فاكر وعمرك ما هتنسى. بس الوقت بينسي. لا الوقت ما بينسيش حاجة. ده آخر كلام عندك؟ آه يا علي، ده آخر كلام عندي. أنا قررت. ربنا يعمل لك اللي في الخير. ميرسي. خلصت.